بتبقى شروخ بسيطة زي اللي قدام حضراتكم دي في البداية، لكن الحقيقة بتاعتها هي حالة الحديد اللي قدام حضراتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم. الحلقه دي عتمه طبعا لان المكان ما فيهوش نور، لكن بصوا بقى حته الخرسانه اللي بنقول للناس خلي بالكم، لان الشقوق الصغيره والخطوط الخفيفه اللي تحت السقف، واحد يقول لي ايه والنبي انا عايز اعرف الاتنين في تلاتة دي بكام وتصرف كام، لا لازم تتشاف على الطبيعه. شوفوا حته الخرسانه نزلت وستر ربنا ان ماسوره الكهرباء مسكتها علشان خاطر ما تنزلش على دماغ حد، فده ستر ربنا سبحانه وتعالى. لكن بصوا بقى حالة الحديد، شوفوا المنظر عامل ازاي، بتبقى شروخ بسيطة زي اللي قدام حضراتكم دي في البداية، لكن الحقيقة بتاعتها هي حالة الحديد اللي قدام حضراتكم هنا. لحضرتك ده جاله صدأ من المية ومن الأملاح اللي موجودة في الزلط والرمل فكل الحديد. احنا انا بقول دي مش هندسه عشان ما حدش يلومني، ده بعتبره سرطان دخل الحديد ومش هيطلع، فالعلاج بتاعه الوحيد ان تركب شبكه جديده، وده بيتعزل عزل تام مكانه، لكن احنا ما بنهدش اسقف، ممنوع. شكرا، اشكركم.